عسلامة. لاباس الحمد لله. اتمنى روحك. بدر الدين مواطن تونسي. وبيك عايش. اشتباكات عنيفة ليلة البارح في صفاقس بين توانسة وأفارقة دول جنوب الصحراء. الأفارقة حرقوا ديار اللي كارينهم بتبش اللي فيهم وعملوا معناها أعمال شغب. شنو رأيك؟ والله ما له رزموه شيء، أسف معناها شيء يندى له الجبين. أما فما حاجة لهنا نحبوا نفهموا، علاش تونسي كي يبدا في بلاد أجنبية بلاش أوراق يرحلوه؟ وهذوما هم بلاش أوراق، علاش قاعدين في تونس؟ هما بلاش أوراق، هما دخلوا ماهمش اللي قاعد دخلوا على ليبيا فلاقة، هكا المشاكل الحديث. ساعة وين الحرس الحدودي وين الأمن نتاع الحدود وين الجيش وين معناها قاعدين نشوفوا كان في التصور في التلفزة والإشاعات الفارغة كيفاش دخلوا هذوما 5000 ولا 7000 واحد دخلوا لصفاقس سميم. شكون حل لهم اثنين باش دخلوا هما فهمني؟ هاي هام تو هام داروا علينا تو هاو صفاقس البارح قال لك للصباح العباد ما رخدتش بيتين يحرقوا في الكراب ويحرقوا في الديار. هاي معليش اش عملنا لهم؟ هما مستقبلينهم نحن هما بلاش اوراق حتى راك حمورهم ولو يحرقوا في البلاد. يا خويا ما دام ما تمش اراده سياسيه تضرب قضبان من حديده باش ترحلهم يعملوا شي يحبوا. ماذا هو عاملين اماره في صفاقس محكمه وحدهم وجيبوا في الصغار معناها ماشي اللي قال لا سبيطارات لا حد شيء. هي شنو وين ماشيين؟ كل مره عندنا حكايه في البلاد، كل مره فما بوا دانتيروغاسيون. ما فهمنيش نحن يا اخي يا رسول الله، يا اخي عندنا دوله قيمه الذات ولا ما عندناش؟ عندنا دوله قيمه الذات هي كهو مال رئيس جمهورية خلي يطبق القانون وخلي يمشي قدما لما فيه خير تونس. صحيح ما عادش تنجم راه العباد تعبت راهو احنا كتوانسه جويعه ثم نوع نحن من الشعب التونسي رانا مالناش لاقين المواد الاوليه باش ناكلوها. احنا توانسه ولاد البلاد هذيا وعايشين فيها فما مواد اوليه مالناش لاقينها بالرسمي. مواد اوليه راهي ما فماش، راهو الزيت ما فماش، راهو السكر ما فماش، السميد ما فماش. يا دوله يا حكومه يا ما نعرفش شكون فيقوا شويه وهبطوا سور تيران حسوا بالمواطن البسيط. العنف وعمل الشغب هذايا من طرف الافارقه جنوب الصحراء مش اول مره معناها شفناه من قبل فلاح صحيح. هي علاش قالش مازالوا يعملوا؟ اش مازالوا شنو هي راس مالهم هما غاديك في صفاقس؟ شنو هو راس مالهم؟ تتسكر صفاقس من نص الليل لخمسه نتاع الصباح ويعملوا وطوروت وجيش وامن وحرس وديوانه ويرحلوهم من علاش قاعدين في تونس؟ شنو ولا هما تي ريزون دو بليس باش يزيدوا ينقصونا لنا نحن؟ احنا نعانيو زيد يجينا شكون باش يزيد نزيد نعانيو في جرته؟ لا شو نقول لك برجولي فما برشا حاجات في تونس معناها كي ديكا ما فهمتش غريبه انا. دوله راكده، دوله ساكته، دوله ما على بالهاش، دوله تخدم تعليمات ولا ما عندهاش قرار معناها ما هيش ذات سياده باش تاخذ قرارات صارمه في مواضيع كيما هكا. انا كان جيت من منطلق المسؤوليه مسؤول في الدوله، البارح حرقوا لي صفاقس، اليوم ما يبات حتى واحد منهم، ما يبات حتى واحد في تونس اختي، والله العظيم. يعني نغسل الكاميرا، ما يبات حد في تونس. جيت حرقت لي في بلادي، حرقت لي دار تونسي ولا تونسيه، ذاك غدوه تحرقني انا، ما تباتش في تونس سميم. ما يباتش. هاي مثلا انت في دارك في 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 معناها في راحة بالك، تسمع البر يجري تخرج تلقى كهربتك محروقة. ولا تلقى موتورك محروق ولا شنو معناه؟ شنو معناه؟ باش يعملوا اماره في تونس؟ هذا برنامج عنده مده راه، برنامج نتاع الافارقه باش يجيو لتونس باش يعملوا استوطان وباش يعملوا فيها معناها اماره، عندها مده. خي ويني الدوله؟ الدوله ساكت عليه الموضوع هذا. انا قلت لك ونعاود لك، كان جيت من منطلق انا المسؤوليه مثلا المسؤول في الدوله وعندي معناها صلاحيات، ما يبات منهم حتى واحد اختي. ريتها البارح تتسكر صفاقس ويعملوا طروط، يعملوا طريق من صفاقس ديريكت البنكردين الراس جدير ومن غادي يترحلوا لبلادهم يمشيوا ما يبيتوش. علاش بيتين؟ تو انا مستقبلك رغم ظروفنا معناها صعيبه، مستقبل هما داخلين ماهمش اللي قال وقاسمين معانا وما نعرف شنو وزيد يحرق. علاش شنو معناها؟ معناها ثم مؤامره، فهمت اختي؟ فما مؤامره. المؤامره ذي انا مواطن بسيط فقت بها وانتم مسؤولين في الدوله راكدين هما ما مش حاسين رب المواطن البسيط. المسؤولين اللي عندنا ما مش حاسين. نغزر اختي شو الناموس؟ هما يباتوا الكليماتيزير ما عندهمش ناموس، يباتوا في الكليماتيزير وياكلوا في الكروفيت ومرسدسات وبيامات ومرافقات وكهرباء من قدام وكهرباء من تالي. ما المواطن البسيط لوبانه في التلفزه يحكيوا بها فهمني. نادر جدا انه من 2011 اليوم باش تلقى مسؤول في الدوله نقولوا نتحمل مسؤوليه.
يحس بالحق بالمواطن البسيط. ظلم في تونس، ظلم مستفحل اكثر من اي فيروس تصوري انت في مخك، وهم في بالهم بيه وساكتين عليه، والساكت عن الحق شيطان اخرس. قل وجود الافارقه اليوم اصبح خطر في تونس؟ خطر جدا، خطر داهم، خطر كبير ياسر، اخطر ما ثم توا الافارقه في تونس، وراهم ماشيين للاماره وماشيين باش يستوطنوا في تونس، وباش نولوا ما عادش كراي، باش يولوا ملاكه في تونس، وباش يعملوا فينا ما يتعملش. دونك لازمها ديسيزيون، معناها قرارات صارمه تضرب قضبان من حديد، باش ما عندوش كواغت انا فا ما يباتش. ننتظروا اعمال شغب اخرى اكثر من هكا؟ هذيك هي اكثر من هكا؟ نجم عادي، شنو المشكل؟ عادي عادي، تتوقع منهم كل شيء، هما بلاش اوراق، متوقع منهم ما تعرفش حتى شكون، وانت ما تعرفش عليه حتى شكون اللي قاعد يعمل، او كافارقه وكهو دز فيها فارقه 500 ولا 600 ولا 700، كلهم كيف كيف، ما عندكش عليهم هويه، ما عندكش عليهم لي زومبرانت، ما عندكش عليهم سكانير دو زيو، ما عندكش عليهم باسبورات، ما عندكش عليهم اوراق، هاي شنو تتوقع منهم انت؟ عادي يعمل لك المره الاولى، يعاودك المره الثانيه، يعاودك المره الثالثه، وهو الشغب هذايا منه مش مثل ابار انه شغب، منه تفتيف باش يسرقوا، باش يتفتفوا، باش يعملوا كذا. صحيح مش الكل، فما تلامذه يقراوا، باش ما نكونوش واحد ما يظلمش الناس، فما تلامذه يقراوا لهنا محلاهم متربين اللي قال براقم وكارين ويعيشوا معانا بالحق، معناها عباره معناها اخوات، معناها من النوع هذايا نتاع صفاقس اللي دخلوا معناها فلاقه من ليبيا وجي تحرق لي، معناها انا عندي دار وانت تحرق لي داري، ما عنديش دوله تدافع علي، شنو قلت له انا؟ ايه يا اخي انا ما دام ما عنديش دوله تدافع علي، الدوله اللي باش تدافع علي ما ثماش، نقعد له انا نمشي ناخذ سكينه ولا ناخذ سلاح ونقعد له، شو معناها انا في داري وش عني، معناها انا مش عاديه الحكايه. من الفيديوهات اللي شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاشتباكات اللي صارت في حومة الربط في صفاقس، فما شكون متوانسه يعني مضروبين حتى بالدم وكل شيء. والله انا نعاود نقول لك شيء يندى له الجبين كل صراحه، والله العظيم انا نقول لك ونتحمل مسؤوليتي في الكلام وان شاء الله ما تقصوهاش. منذ اصطناع الربيع العربي، ركز معايا، منذ اصطناع الربيع العربي ما يتحط مسؤول في دوله عربيه الا ما يكون عنده انتماءات اجنبيه ولا بقرارات اجنبيه. وعليكم السلام، الفهم يفهم وذكي من همزه، باش تحط مسؤول في دولة رئيس ولا نابورت لوكيل في دولة عربية تو صعيب ياسر انه باش يكون معناها من منطلق الشعب هذاك ولا الدولة ذيك. تو ولات هما يبرمجونا، هما يتكتكونا، هما معناها اللي عندهم مصيرنا، وربي تستر وربي قدر الخير وكهو. خلي الكلمة الأخيرة بخصوص موضوع الأفارقة. الخير على تونس، وربي ينصر تونس، وربي يحمي تونس، وموضوع الأفارقة هذا يلزمهم يشوفوا فيه حل لو بلو فيت بوسيبل، مجلس وزاري وزير الداخلية ورئيس الحكومة، ويعملوا لهم كما قلت لك انا، فهمني خويا هذايا مادام جاي انا باش يحرق لي توانسه مواطنين في بلادي، وجاي باش يعمل لي الشغب، وجاي الواحد ما حاجتيش بيه، ما منوش لازمه، يروح على روحه.